هذا المهرجان ديال الريح لان المغرب ولا مشهور بزاف بالريح اللي فيه، ستادير كنستافدوا منه بالسياحه داكور بحال الداخله كومباني ولا سبوت توريستيك مهم باش الناس كيجيو يديروا الكايت سيرف واشياء اخرى داكور. الصويره معروفه بالريح وسي فهمتي وكيديروا لنا فيها السيرف لان علاقه في التقنيه عندنا لي زيوليان بزاف ولا مشهورين بالريح ديالنا وكلشي. دونك هنا قلنا نديروه في بوزنيقه. علاش بوزنيقه؟ لان هنا في هذا المحل اللي حنا فيه دابا كاين الريح، كيكون الريح ملي كيكون بون في الصيف ما كاينش الريح، في هذه الوقيته هذه وفي الشتوى كيكون الريح بزاف. دايو عندنا اون ايكول دو سيرف، لان ميم في الا جيتو تشوفوا البحر هنايا عايش مع هذا الريح اللي كاين فهمتي. دونك قلنا اش غنديروا هذا الريح خاصنا نديروا منه شي حاجه نستافدوا منه حتى حنايا داكو. وخممنا نتعرفنا مع هذا الارتيست الاميكيو اللي جا من فرنسا داكو، هو مشهور بهذا الفيستيفال ديال الريح كيديروا في بلادو وكيديروا في العالم كله، معمرو ما داروا في المغرب. وقلنا علاش ما نديروش حنا في المغرب حتى حنا نديروا بحال هذا الشيء، حيت غادي تشوفوا هذا الشيء اللي كيدير سي تري بو مانيفيك فهمتي. اتصلنا به واتفقنا باش نديروا هذا اول مهرجان الريح في بوزنيقه دونك، وان شاء الله غادي نقرروه السنين المقبله داكو. وغنحاولوا نلقاو دي زارتيست ماروكان حتى هما مغاربه اللي بغيو يساهموا حتى هما معنا في هذا المهرجان، لان غادي تشوفوا كيعجب الناس كلهم فهمتي، صغار كبار اي واحد. هذه اول تجربه في المغرب، اول تجربه في المغرب وفي افريقيا. افريقيا افريقيا الا جينا نشوفوا الناس اللي جاوبوا شي 5000 هادشي فاش عندنا يومين داكو. مرحبا بهم، هادي يومين سادي السبت والحد، غنبداو من 11 حتى 6 العشيه، 6 العشيه